احنا كمصريين اتربينا وتعلمنا ان الراجل صاحب كلمة واحدة، فلما بالليل يقولولنا هيفرضوا ضرائب وهيغلوا الاسعار، والصبح يقولوا اجبناها لغاية ما يقولوا نعم وبعدين نبقى نرجع نفرضها، واللي يعرض علينا ب2200 طن الرز ويفضل لسه في بيوتنا ومش عارفين نبيعه ب1500، واللي يفرق الاخ واخوه اكيد ما نستأمنوش على دستور مصر. مش ده الدستور اللي يخلي العجلة تدور؟ انزل وقول لأ.